وأجمل التحيات لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم بحلقة جديدة من برنامجكم الحصاد الأسبوعي، ونبدأ حصادنا اليوم برسالة مؤثرة من الفريق الركن سعد مزهر العلاق إلى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا. كانت خدمتي في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا من أجمل المحطات في حياتي العسكرية. لقد عملت مع أدوات مخلصة حريصة وناجحة، عملت بوحي الضمير والإيمان الراسخ بالله تعالى، وتميزت بالمعرفة والرغبة بالعمل، وكانوا خير أصدقاء وأخوة وأخوات. وأنا أغادر هذا المكان أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أسهم ولو بفكرة أو كلمة لكي ننجح. شكراً لكل ضابط وجندي وموظف. وأخيراً أقول أطلب منكم المعذرة والعفو عن كل خطأ أو زلل أو كلمة أو فعل أو نظرة لم تكن مقصودة، بل كانت للتوجيه والتصحيح. أتمنى للجميع بالتوفيق وأن يكملوا مسيرة النجاحات مع من يأتي لقيادة الجامعة. شكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لك سيادة الفريق، وفقكم الله لخدمة العراق. والآن إلى أهم العناوين. وزير الدفاع يستقبل أمير الطائفة الأزيدية في العراق. رئيس أركان الجيش يطلع على إيجاز مركز الترميز الوطني. الأمين العام لوزارة الدفاع يزور المديرية العامة لنهج الدفاع والمتطلبات. نائب قائد العمليات المشتركة يتفقد قيادة عمليات ديالى. قائد القوات البرية يزور كلية الأركان. قيادة عمليات سامراء تؤمن الحماية لزوار الإمامين العسكريين. الاستخبارات والأمن تلقي القبض على 6 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات. مديرية التدريب البدني تنظم بطولة الجيش بالماراثون. ومن العناوين إلى التفاصيل. استقبل السيد وزير الدفاع سمو أمير الطائفة الأزيدية في العراق والعالم السيد حازم تحسين سعيد ورئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني في قضاء سنجار ودور الجيش العراقي في توفير الأمن هناك. اطلع السيد رئيس أركان الجيش على الإيجاز المقدم لسيادته مع قائد بعثة الناتو وعددا من مستشاري البعثة في مركز الترميز الوطني العراقي في دائرة الميرة. زار السيد الأمين العام لوزارة الدفاع المديرية العامة لنهج الدفاع والمتطلبات، وقدم التهاني للمدير العام بمناسبة تسنمه المنصب، مطالبا إياه ببذل أقصى الجهود لخدمة عمل وزارة الدفاع. تفقد نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه قائد القوات البرية قاطع مسؤوليات عمليات ديالى، واطلع على سير العمليات الأخيرة التي نفذتها القطاعات العسكرية، وأشاد باندفاع المقاتلين وانضباطهم ضمن قاطع المسؤولية. زار قائد القوات البرية مقر كلية الأركان العراقية، وتأتي هذه الزيارة من أجل التخطيط لتنفيذ تمارين عسكرية لمقرات قيادة العمليات والفرق، ومن أجل رفع الاستعداد القتالي والتخطيط السليم. أعلنت قيادة عمليات سامراء نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية زوار الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء، وذلك بمناسبة ولادة واستشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. ألقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن الميدانية القبض على 6 مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في بغداد والديوانية، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة. نظمت مديرية التدريب البدني لألعاب الجيش وضمن المنهاج السنوي للرياضة العسكرية بطولة الجيش بالماراثون بمشاركة أكثر من 40 وحدة عسكرية، حيث أحرز المركز الأول فرقة المشاة 11 والفرقة الثامنة ثانيا وحلت الفرقة المدرعة 9 ثالثا. إلى نهاية الحصاد، شكرا لكم لحسن المشاهدة، على أمل أن ألقاكم في حلقات مقبلة. كنت معكم حنين الحسناوي من المركز الإعلامي لوزارة الدفاع.